السلام عليكم شباب، كيف حالكم؟ عساكم بخير. معاكم حسام، وخلونا نتعرف على شخصيات فان فانتسي اكس في اول خيال النهائي الثالث عشر او فاينل فانتسي فيرسوس 13. هذه النسخة السابقة من اللعبة اللي كان راح من المفترض انها تنزل على السوني 3، بس انه غيروا النظام وصارت على البلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1. ونبدا بنتعرف على شخصياتنا المحبوبة والبطل نوكتس لوسيس كليوم. نوكتس يعني الليل، ويدلعونه طبعا نوكتو. بطل القصة هو أمير في مملكة راح يواجه مشاكل كثيرة، هو يبحث عن لونا واللي تسبب في الكوارث الكبرى، واللي ما يعرف يتابع الفيلم عشان ما يضيع ولا يحن نحرق عليه شيء. اللي من سلالة لوسيس عندهم قوة سحرية وتستخدم في الحرب ونظام القتال في اللعبة أكشن أر بي جي، وما راح تحل القصة بدون خويانك، وهم غلاديوس وإيغنيس وبرومتو، شخصيات مهمة. بس نوكتس عنده أسبابه الخاصة، عنده هدافه الخاصة، شخصية خجولة مرحة شويتين، يتكاسر ويحب ينام كثير، محبوب بين الجميع يعني. وهو مستهدف انه راح ينقتل ولا شيء زي كذا، فانت لازم انك تخفي نفسك وانت جالس تلعب عشان ما حد يعرفك، وانك تروح من قصة لقصة، واللعب عالم مفتوح ان شاء الله، تعيش قصتك وانت كبير وانت صغير يعني، تتمشور شويتين. واذا كان نوكتس في خطر راح يساعدونه ثلاثة اشخاص من البطولة الرئيسية، ولهم دور مهم في اللعبة ويحاولون يحمونه لأنهم أصدقاء الطفولة وساعدوه في أشياء كثيرة، راح تعرفونهم في الانمي براذر هود للي ما شافه. وعمر نوكتس الحالي 20 سنة، لما كان صغير 8 سنوات. وهذول الثلاثة الشخصيات الرئيسية اللي راح تساند نوكتس طول القصة، كل واحد له ميزته الخاصة وله عيوبه وله أسلوبه في القتال. أعمارهم ما هي بعيدة عن نوكتس، كلهم شباب ورجال من جد، لأنهم عاشروا نوكتس بصدق وأمان واحترام، مو عشانه أمير، عشان عزة نفسهم ولحماية بلدهم من اللي يحاولوا يغدروا بنوكتس وأبوه الملك ريجيس، اللي طلب منهم يرافقونه طول الوقت وما يفترقون عنه. نبدأ بالشخصية الأولى اللي هي غلاديوس، بوديغارد لنوكتس، واللي علموا أسلوب القتال من هم صغار عشان أبوه رح يسلموا الحكم في يوم من الأيام. بغض النظر إنه عمر غلاديوس لا يتجاوز 23 سنة، فقير وعنده عيلة في مدينة قريبة من أنسومنيا، مملكة لوسيس. والشخصية الثانية اللي هي إيغنيس، شخصية رائعة بمعنى الكلمة، ذكي مثقف، العقل المدبر ورسام الخطط، وطاهي ماهر. صبر على نوكتس كثير وما استغنى عنه ولا لحظة، ولا فكر في يوم من الأيام إنه يستغله. ما عندي معلومة إذا كان شاف لونه قبل كذا ولا لا. عمره لا يتجاوز 22 سنة. وأخيرا الشخصية الفريدة من نوعها، برومتو، الصديق اللي ما يعرف الكراهية وطيب القلب، حنون ويتمنى الخير للناس كلها، صاحب الابتسامة الدائمة برومتو، وهو يخاوي نوكتس في قصته بدون أي مقابل، وهو كمان وصيف بين نوكتس ولونا. والحين نروح للخط الأحمر. لونا هي شخصية بديلة عن ستيلا، هذه صديقة نوكتس من هم صغار، وكانت تشجع عشان يكون طموح، وصارت ظروف قاسية، واللي ما يعرف يتابع الفيلم عشان ما ينحرق عليه، هي من امبراطورية ثانية، هدفها في الحياة انها تنهي الحرب بين لوسيس وامبراطوريات ثانية، وهي مستعدة تفدى بروحها للوطن مقابل ايقاف الحرب اللي راح يدمر العالم كله. وفي ناس تحاول تقتلهم الا انها تدافع عن نفسها، لانها صاحبة شخصية قوية. نوكتس ولونا عندهم اهداف كثيرة، ولازم يتزوجوا عشان يكملون بعض، والاتحاد يكون اقوى، ويحاولون يصالحون بينهم عشان يتوقف الحرب والدمار الموجود في المملكات والامبراطوريات الثانية. عمر لونا لا يتجاوز 24 سنة. تابع الفيلم عشان تعرف ايش صار بينهم وايش يبغون منهم الامبراطوريات اللي تبغى تاخذ البلورة الموجودة في قصر لوسيس، تحديدا في انسومنيا، واللي هي مصدر حياة وتحمي الحصون الموجودة خارج المدينة. الفرق بين لونا وستيلا، حسب كلام المخرج اضطر انه يزيل ستيلا لانها ضعيفة الشخصية، ويستغلون عواطفها وخوفها من اشياء كثيرة ما نعرفها، ويبغونها تحارب نوكتس، ولكن تم الغاء القصة هذه، لعلها وعسى نشوف احداث مشابهة من فان فانتسي فيرسس 13 على فان فانتسي اكس في، وراح نعرف في اللعبة ايش راح يصير بين نوكتس ولونا. هل يا نوكتس راح تحارب لونا عشان شيء، او لونا بتحاربك، او بتتزوجون وتعيشون في سبات ونبات وتحاولون توقفوا الحرب؟ هذه الاسئلة اجابتها في اللعبة المكملة للفيلم وبراذر هود، واتمنى انه يكون خير بينهم. والحين كينغ ريجيس ملك انسامنيا ولوسيس الحالي، وهو كبير في السن وما يقدر يحارب، يحاول يعلم نوكتس كل شيء عن الملوك عشان يستلم الحكم من بعده، ونوكتس ابنه الوحيد على ما اعتقد. وبالنسبة لأم نوكتس فهي غير مذكورة في اللعبة حتى الآن، وما ندري ايش صاير فيها، يمكن ماتت يمكن عايشة،
اللعبة خيالية وفيها كل شيء متوفر من أبطال وأعداء، وانت عيش الدور زي ما تبى. دقة اللعبة عالية ودقة موجودة ومتوفر فيها ال 4K والفي ار، تقدر تستمتع وانت جالس تلعب ببرومتو، تستمتع وانت جالس تسوق السيارة حقت ابوك، تهجول، تعيش، تخيم، تسوي اللي تبى. في اشياء كثيرة في اللعبة انا ما بتكلم عنها، بعطيك انت كامل حرية انك تلعب. في شخصيات انا ما ذكرت لاني بسيب الحكم لكم، اذا عجبكم الابطال اكيد بيرفعون ضغطكم الاداء. وصلنا نهاية الفيديو، كان معكم حسام، لا تنسى اللايك والسبسكرايب وتكتب تعليق معلومات اذا انا نسيتها. اتمنى اني وفقت في اللي قدمته، لانه تقرير بسيط وراح ينفك الستار ما خلف اللعبة من احداث ومعارك ومعاناة. حاول انك تنشر القناة على قد ما تقدر، فضلا ليس امرا، وتصبحون على الف خير.